سلام اهلا تونس. ما فما شيء جديد، راكحه الدنيا وتعب الناس. هما من قبل يقولوا لك اش صورنا منها الثوره واش نعملوا بها حريه التعبير. توا يبدو انه حتى حريه التعبير باش يترزاو فيها، وحريه تكور حتى كان نخليه التعبير على جنب. رو مانيش نحكي على صحفيين ولا سياسيين ولا اي نوع من الشخصيات العامه والمشاهير، نحكي على الاغلبيه الملايين اللي يسميوهم باستعلاء عامة الشعب ولا المواطنين العاديين. نحكي مثلا على أستاذ في قفصة تحكم بشهر حبس على خاطر ينقد في الدولة ومسؤوليها على فيسبوك، قال لك هذاك أمر موحش ضد رئيس الجمهورية. تعرف اش يسألوا فيه في البحث؟ أسمع لله، هل سبق لك انتقاد مسؤولين قبل الفترة الرئاسية الحالية؟ اي ذيك وين كنت في العشرية السوداء ذيك متاع فيسبوك ولينا نبحث بها العباد. تو نزيدك، ماذا تقصد بالتدوينة التي كتبت فيها ضد الانقلاب ومعها تصويرتك باللحية؟ هل تعتبر 25 جويلية انقلاب؟ هل تنتمي لحركة النهضة؟ هل ترى ان النظام الحالي بوليسي؟ وهذه فقط مقتطفات، وهذا في سبرنا راه اسمه بوليس سياسي، وفي سبر البشرية اسمه بوليس الفكر، بوليس دو لا بونسي. يرحمك يا أورويل ويخفف عليك التراب الثقيل. هذه الجمهورية الجديدة اللي ناوية تبنيها تونس؟ لا، خطر هذه نعرفوها مليح، عدينا فيها 60 سنة وظهر فيها مازالت مطولة معانا. هذك علاش برشا منا معاش يحبوا يطولوا معاك واشتر البلاد فرفر. انت سمعت بمحمد زنطور؟ هذا يا شاب تونسي من مساكن عنده شهر في الحبس ويلعب على 5 سنين حبس مرسوم 54. اي التهمة كيف كيف تدوينات الكلها نقد للسلطة ومساندة للغنوشي. اي نهضاوي الراجل، واستاذ قفصة كيف كيف، شنية معناها اللي يحب النهضة حلال نحبسوه؟ لا مدام حبسي خلي يشنعوا الرعاع ويضبعوا. اهي رانا نتفارعوا مع النهضة وغير النهضة وعمايل قياداتها للصباح، ونحبوهم يتحاسبوا بالقانون بالعدالة، مش يوليوا ربع مواطنين ما عندهمش حقوق وميولاتهم السياسية تتحسب جريمة ويتحبسوا عليها. ايا فيق تونس، راك دخلت في الروث مش في الطبعة. محمد امين الرياحي، امين بن ابراهيم، عام و7 شهور حبس، سمعت بيهم؟ هذوما في الفحص، هاضم جانب موظف عمومي، هذه عادة نترناو عليها مرتين ثلاثة في الشهر، عركة مع بوليس بالطبيعة، حسب روايتهم سبلهم أمهم ما سكتولوش وفات بتريحة وإيقاف. خاطر كي تعارك بوليس راك داونت كل المركب البوليس وقضائي التونسي، فهمت تونس؟ شي همك في الرعاع ذوكم يحبوش يفهموا، توكي يخلط لهم الدور يوليو أكبر ثوار. الظلم لا يستثني أحدا، وإطلاق يد الأجهزة في قمع المعارضين يطلقها على الناس الكل. اليوم إنه خب اللي تكرههم، غدوة أولادك وبناتك والناس اللي تحبهم. الحرية لكل المظلومين، أولاد الشعب ونخب وفقراء ومفرهدين. الحرية لكل المظلومين اللي نعرفوهم واللي ما نعرفوهمش.